عاشت ساكنة درب بن حمان الزنقة 4 بالمدينة القديمة مساء أمس هلعا شديدا جراء انهيار منزلين آيلين للسقوط، أحدهما انهار بأكمله والثاني تهاوى نصفه فقط. الحادث لم يخلف ضحايا. نسمعوا داكشي دار الزرد اللف وطاح، ديك الطيحة اللي سمعناها طاحت نضنا نضنا، قلت لي نوض هذه دارنا اللي طاحت، هو قال لي لا، قلت لي ما تقولش لي هذه دارنا، نضنا لقينا الدار مشات، ولو كون كان كنا حنايا تمايا غادي نموتوا. هودنا خرجنا كنجريو، لقينا واحد السيد بقى واحد هنايا، جبدوا معنا الناس ديال بومبيا هما اللي جبدوه معنا الله يجازيهم بخير. والمشكل اللي عندنا حنايا هذا المشكل هذا كنعانيوه من 89، اول راه والله ما كنعسوا، ما لقيناش كنعسوا كاع، ما كنشوفوش النعاس، كل مره كنسمعوا شي حاجه طاحت. وهاد الناس هاد المسؤولين هادو الله يخلصهم، وكنتمناو من جلالة الملك هو اللي تدخل في هاد الملف هذا، والله ما تدخل فيه هو ما غتكون شي حاجه. نداء ترفعه الساكنة بعد أن أعيتها الحلول الترقيعية كالمآوى بالمؤسسات التعليمية وما شابهها، وعد أمواتها بين الفينة والأخرى. كي قال وزير السكنة أنه إلا طاحت شي دار غادي يقدم الاستقالة ديالو، ما كنطلبوش منه يقدم الاستقالة ديالو، كنقدم قلبنا الحلول العاجلة. واخا غايقول لنا على ان هذه الحكومه يلاه بدات وان مثلا هذا المشروع عمر طاول كي راه كنا كنعرفوه، ولكن حنا بغينا الحل الاستعجالي. قال لك تخرج الميزانيه ديال 2013 فيها الدور المهدده للسقوط الى الانهيار، فينا هو الحل؟ واللي كنطلبوا اكثر هو الشركه ديال لاسوناداك انها تعطي اتساع لهذا المشروع. هذه كلمه الساكنه او صرختها، يقابلها تقاذف المسؤوليه بين من بايديهم هذا الملف، وإلى أن ينبري حل لمشكل عمر لأزيد من 20 عاما، يبقى ملف الدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة وغيرها معلقا، ومعه معلقة أرواح قاطنيها.